صباح الخير واهلا بكل حضراتكم. على مدار الايام القليله الماضيه تابعنا موجه الحر اللي سيطرت على مختلف الاجواء والمحافظات المصريه، واللي تجاوزت فيها درجات الحراره على معظم الانحاء ال 40 درجه. والحقيقه ان احنا النهارده بنشهد تحسن واضح في حاله الجو، ولكن بالتاكيد عندنا اسئله كتير عن حاله الطقس هتوضحها لنا الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بالارصاد الجويه. اهلا بيكي معانا يا دكتور. اهلا بيكي يا استاذه منى، واهلا بكل متابعي تلفزيون اليوم السابع. اهلا بحضرتك يا دكتور، وخليني في البدايه اسالك عن حاله الطقس النهارده. يمكن كلنا بدأنا نشعر بانتصار موجة ارتفاع في درجات الحرارة. احنا كنا الأيام الماضية بنشهد موجة شديدة الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، واللي بالفعل كانت ذروتها بالأمس وصلت فيها العظمى على القاهرة الكبرى ل 43 درجة مئوية، وطبعا درجة الحرارة المقاسة في الظل وصلت كمان على جنوب البلاد ب 46 درجة مئوية، مع التعرض المباشر لأشعة الشمس كان إحساسنا بيها أعلى من القيم دي كمان. اليوم بدأت درجات الحرارة تنخفض على اغلب انحاء الجمهوريه، خاصه المناطق اللي موجوده في شمال البلاد زي سواحلنا الشماليه، محافظات الوجه البحري، القاهره الكبرى. درجات الحراره انخفضت بحوالي 7 ل 8 درجات عن الامس، يعني احنا اليوم متوقع العظمى على القاهره الكبرى تكون 35 درجه مئويه، لان احنا نبدا نتاثر بكتل هوائيه شماليه غربيه قادمه من جنوب اوروبا. الكتل دي طبعا مع امتداد مرتفع العروض الوسطى، مع كمان وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا. العوامل دي هتخلي الطقس خلال فتره النهار حار على القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، طقس مائل للحراره على سواحلنا الشماليه، هيظل شديد الحراره على محافظات جنوب البلاد شمال وجنوب الصعيد، ده طبعا خلال فترات النهار. خلال فترات الليل ان شاء الله متوقع ان درجات الحراره ايضا نحس فيها بانخفاض، كمان مع وجود نشاط الرياح اللي بيقلل نسب الرطوبه. الاجواء معتدله تماما خلال فترات الليل على كافه انحاء الجمهوريه. طبعا كمان متوقع خلال فترات المساء يكون في نشاط رياح على بعض المناطق من جنوب البلاد سواحلنا الشماليه. دايما نشاط الرياح بيقلل نسب الرطوبه، فدايما نشاط الرياح بيخلينا نحس بالاعتدال في الاجواء، والاجواء المعتدله خلال فترات المساء تحديدا بعد ساعات الظهيره مع دخول ساعات المغرب وساعات الليل. نشاط الرياح دايما بيخلينا نحس بالاجواء المعتدله. بالاضافه كمان اليوم مع تغير الكتل الهوائيه في تكاثر للسحب المنخفضه والمتوسطه على السلوم ومطروح، وده معاه طبعا فرص لسقوط الامطار الخفيفه جدا الغير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه. هي فقط بس من تغير الجبهات وتغير الكتل من الكتل الهوائيه الدافئه او شديده الحراره الى الكتل الهوائيه البارده، فيها معها فرص لسقوط الامطار، وطبعا مع وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا. يعني بصفه عامه الحمد لله خلاص الموجه بارتفاع درجات الحراره انتصرت، بدانا نشهد استقرار في الاحوال الجويه، درجات الحراره بتكون حول المعدلات الطبيعيه اللي احنا دايما متعودين عليها في مثل هذا الوقت من العام. يعني هل التحسن ده يا دكتور كمان هنشوفه بكره وبعده؟ بالفعل تحسن في درجات الحراره هيستمر معانا على مدار ايام باقي ايام الاسبوع ان شاء الله الى نهايه الاسبوع، يمكن كمان لمطلع الاسبوع القادم ان شاء الله. متوسط درجات الحراره على القاهره الكبرى هتكون ما بين ال 34 وال 35 درجه مئويه، احيانا في بعض الايام هتوصل كمان ل 33 درجه مئويه. سواحلنا الشماليه ودي اغلب المناطق المطله على البحر المتوسط هتكون ما بين ال 27 وال 28 درجه مئويه، حتى انخفاض درجات الحراره هيوصل لمحافظات شمال الصعيد وجنوب الصعيد. يمكن جنوب الصعيد الانخفاض مش هيكون ملحوظ عليها لان درجات الحراره في جنوب الصعيد تتجاوز ال 40 درجه مئويه، لكن هي طبعا انتصار لموجه ارتفاع درجات الحراره وانخفاض درجات الحراره عن ال 46 اللي كنا بنسجلها خلال الايام الماضيه. فطيب على باقي ايام الاسبوع ان شاء الله هيبقى في استقرار في الاحوال الجويه، درجات الحراره فيها طبعا انخفاض عن موجه ارتفاع درجات الحراره، اجواء حاره فتره النهار معتدله فترات الليل، لكن ممكن نحس بارتفاع طفيف جدا في نسب الرطوبه خلال فترات النهار واحيانا خلال فترات الليل، ويمكن الارتفاع الطفيف اللي في نسب الرطوبه ده هيخلينا نحس بدرجات حراره دايما اعلى من القيم اللي احنا بنذكرها مع حضراتكم، لان احنا القيم اللي بنذكرها دايما مع حضراتكم هي درجه الحراره المقاسه في الظل، وطبعا تحت معايير وضعها المنظمه العالميه للارصاد الجويه بدرجه حراره الهواء. الترمومتر مش معرض خالص لاشعه الشمس في كشك خشبي مغلق جيد التهويه، فدايما احنا بنقول درجه الحراره المقاسه في الظل لان كل دول العالم بتقول درجه الحراره المقاسه في الظل، لكن مع وجود نسب رطوبه في الجو او وجود نشاط لرياح او حتى التعرض المباشر لاشعه الشمس، العوامل دي بتتاثر على احساسنا بدرجات الحراره.
يعني التعرض المباشر لأشعة الشمس، نسب الرطوبة بتزود إحساسنا دايما بارتفاع درجات الحرارة، نشاط رياح يقلل إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة. طيب كمان يا دكتور، كتير من متابعينا بيسألوا عن موعد الموجة الحارة القادمة. يعني احنا بنقول دي نهاية هذا الاسبوع بداية الاسبوع المقبل مستمرين في يعني انخفاضات درجات الحرارة، او مش هنقدر نقول انخفاضات او درجات حرارة حول المعدلات الطبيعية. احنا بيبطلنا عن فصل الصيف تقريبا حوالي 10 او اقل حوالي 9 ايام تحديدا، لان فصل الصيف هيبتدي 21 يونيو. احنا لسه فصل الربيع، فصل الربيع دايما معروف بالموجات اللي بيحصل فيها ارتفاع في درجات الحرارة. يمكن احنا الاعوام الماضية وصل درجات حرارة احيانا في بعض الايام في فصل الربيع ل 46 درجة مئوية، فدايما في الربيع بيبقى فيه موجات ارتفاع في درجات الحرارة. لكن الحمد لله احنا يعني لمدة تقريبا حوالي 10 ايام جايين ان شاء الله استقرار في الاحوال الجوية، درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام. نستمتع بالاجواء دي، يعني بلاش نستعجل على موجات ارتفاع في درجات الحرارة. يعني الناس كلها متشوقة تعرف امتى الموجة الحارة الجاية، ياخدوا احتياطاتهم من دلوقتي يا دكتور. لا، هو دايما الاحتياطات وخاصة في الأيام اللي جاية، لأن الأيام اللي جاية احنا هنحس بارتفاعات درجات الحرارة مع ارتفاعات نسبة الرطوبة ودخول كمان فصل الصيف، فدايما احتياطاتنا مع الموجة ارتفاع درجات الحرارة. وحتى في الطبيعي ان احنا بقدر الإمكان نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس. احنا خلاص في شهر 6، يعتبر فصل شهر من شهور فصل الصيف، 6 و7 و8 يعتبروا فصول او شهور فصل الصيف، فدايما في الاوقات دي من العام دايما الاحتياطات الاساسيه والنصايح الاساسيه تجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس، خاصه فتره الظهيره من الساعه 12 الظهر للساعه 3 او 4 العصر. الفتره دي دايما بنسجل فيها اعلى درجه حراره على مدار اليوم كله، فبقدر الامكان لو انا في الشارع يبقى دايما معايا غطاء للراس، شمسية أو كاب، أي شيء يحميني من أشعة الشمس المباشرة. أتعود دايما تبقى إزازة المية موجودة في إيدي، ده هيساعدني على تناول قدر كافي من المرطبات والسوائل. دايما أبقى موجود في أماكن جيدة التهوية، نبتدي دايما الملابس القطنية البيضاء الفضفاضة. دي نصيحة عامة لمدة 3 شهور. لكن متوسط درجات الحرارة احنا دايما مع ارتفاع نسب الرطوبة متوسط درجات الحرارة ما يعني تجاوزت 40 درجة مئوية، لكن هو الإحساس بارتفاع درجات الحرارة أو درجة الحرارة المحفوظة هي اللي هتبقى أعلى من كده إن شاء الله مع ارتفاع نسب الرطوبة في فصل الصيف. دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالأرصاد الجوية، بشكرك لوجودك معنا وبشكر لحضراتكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء، وانتظرونا في تغطيات مختلفة على مدار اليوم.